أكد المفاوض الروسي مع الولايات المتحدة في محادثات جنيف أن بلاده ليس لديها أي نية لمهاجمة أوكرانيا، واعتبر أن واشنطن تأخذ مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية بجدية كبيرة. وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف بعد ساعات من المناقشات مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي ويندي تشيرمان أن المحادثة كانت صعبة وطويلة ومهنية للغاية وعميقة ومحددة. ودعا ريابكوف الولايات المتحدة لأن تتعامل مع روسيا بروح من المسؤولية، محذرا من أن مخاطر المواجهة المتزايدة لا يمكن الإقلال من أهميتها. ومن جانبها قالت تشيرمان أن روسيا لم تقدم أي رد بشأن ما إذا كانت ستخفض التصعيد بشأن أوكرانيا، وجددت دعوة موسكو لسحب قواتها من على حدود هذا البلد. وصرحت تشيرمان للصحفيين عندما سئلت عن رد موسكو خلال المحادثات: لا أعتقد أننا نعرف الرد على ذلك، لقد أوضحنا أنه من الصعب للغاية أن تكون لدينا دبلوماسية بناءة ومثمرة وناجحة من دون خفض التصعيد، وحضت روسيا على إعادة الجنود إلى ثكناتهم.